اللي مش فاهم دور الرعاية كويس، احنا كان عندنا مش حملة لأ سلسلة حملات متعلقة بدور الأيتام والرعاية، على اعتبار انها منظمات وجمعيات إنسانية، العمل الإنساني فيها هو الهدف الأساسي، إدماج الأيتام وإدماج أصحاب المشاكل الخاصة الذين لا ذنب لهم فيها، إدماجهم في المجتمع هو ده الهدف، ومفيش هدف تاني، واللي يفشل في تحقيق هذا الهدف يبقى لا يستحق إنه يعمل لا دور أيتام ولا جمعية يتم استغلال فيها الأيتام وذوي الاحتياجات، يتم استغلالهم للكسب المادي. تخيلوا نوصل لهذه الحالة، وكمان يتم تعذيبهم واضطهادهم زي الحالة اللي هنشوفها اللي أثارت جدلا شديدا واستدعت تدخل وزارة التضامن الاجتماعي، وهي متعلقة بتعذيب شاب من متحدي الإعاقة في دور رعاية. معاملة غير إنسانية ووقائع عنف وتعذيب يتعرض لها الأيتام بإحدى الدور التابعة لجمعية خيرية بالدقهلية بلغت أقصاها مع أحد هؤلاء الأيتام حين قام أحد المشرفين بتعريته وتقييده والتعدي عليه بالضرب المبرح وتركه على تلك الحالة حتى صباح اليوم التالي. أحمد عبد الله عنده 17 سنة، في مشرف ضربه، وأحمد قام جاي مشرف شتموه بالأم، فأحمد شتموه بالأم فقام جاي جايبه وقام جاي معلقه، وبعدين فضل يضرب فيه بالغرزان لغاية ما شرش بدمه كله. هو ربطه في العمود وقعد يضرب فيه، وبعدين بعد ما خلص قفل عليه وخلاه واقف من غير هدوم. قفل عليه الأوضة المجزر؟ قفل عليه الأوضة من غير هدوم، ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة لغاية الصبح؟ لحد الصبح. الساعة كام للساعة كام؟ من العشاء تقريبا لحد الصبح. أنا قابلته في نفس اليوم اللي هو طفش فيه من البيت، طفش من كتر التعذيب اللي هو كان بياخده ومن كتر شتائم الأم اللي هو كان بيتشتمها. المهم لقيته ماشي ومش قادر يمشي، وبطبطب على ظهره بقول له في ايه مالك، بيقول لي ظهري بيوجعني، ووري له ظهره، يعني مفيش حاجه في ظهره سليمه. ده كلهم جوه بيتعذبوا بالشكل ده؟ اكترهم يعني بيتضربوا وبيتشتموا بالام وحاجات فظيعه بيقولوا لي، بس انا ما برضاش اعمل حاجه، ما اعمل لهم ايه، انا بره الدار. طبعا زي ما بقول لكم الضرب والتعذيب والإهانة في دور الهدف منها هي إشعار كل من فيها على إنه ما عندوش مشكلة، إنه زيه زي أي حد، إنه ملوش ذنب في إنه في هذه الدار، إنه ما يشعرش حتى إنه مختلف عن أي مواطن تاني، يدمجه في الحياة، ينشئ له مستقبلا، يفتح له أبواب الأمل والمستقبل، مش يعذبوه ويضربوه. شوفوا الجلد على ظهر وده يعني شاب من متحدي الإعاقة، يعني 16 سنة، يعني عنده ظروف صحية ونفسية واجتماعية ملوش ذنب فيها. كل واحد كان يمكن أنه يولد في ظروف مماثلة، يعني انت ما بتختارش لا بيئتك ولا كيف ولدت يعني، ومهمة المجتمع هو إدماجهم في المجتمع. للأسف الشديد كل حالة بنقعد نقول تاني محتاجين منظومة أكثر إنسانية وعدالة في التعامل مع الأيتام والتعامل مع الحالات اللي لا ذنب لها في أنها ولدت بلا عائلة وبلا أسرة ووجدت نفسها في دور أيتام، يجب أن تلعب دور العائلة ودور الأسرة، لكن للأسف الشديد معظمهم أو بعضهم الهدف عنده أنه إزاي يجمع أموالا ويتكسب منهم ويعاملهم بقى
معاملة في منتهى الإهانة، بالإضافة للجوء لكل وسائل الاعتداءات بدنية ونفسية. اختفاء